السلام عليكم مشاهدينا، بطل عليكم اليوم بحلقة جديدة حاملة فيها كنز مهم جدا جدا جدا. راجعة من خلوة مغربية مهمة، يعني ما في إلكن قدي فيها حلول للمشاكل المستعصية جدا. يعني كل مين عنده مشكلة شو ما كان نوعها بإذن رب العالمين إلى حل سريع. نزلت فيها توكيلات جديدة مغربية ونزلت فيها ملوك قوية جدا جدا جدا، يعني بتحدى فيها العالم كله، بتحدى بإذن الله كل المشايخ اللي عم تشتغل بالعلم الروحاني. لح اشرح لكم هي شو بتتضمن هيدي الخلوة. يعني كل واحد عنده مشكلة، ان كانت على صعيد فك السحر، فك الاسحار، اذا كان شخص حاسس حاله مش مرتاح، عليه سحر، عليه قرين، عليه رصد، عليه تابع، عليه مس شيطاني، عليه مارد، مسكون بجن بداخله. هذه بإذن الله جميع الأسحار والأرصاد والمس الشيطاني نهائيا بيرجع كما خلقتني يا رب، يعني حل جذري نهائيا. لو كان له 20-30 سنة هذا المس وهيدا السحر موجود بإذن الله، واكيد بنستتبعه بنعمل فاك وبنعمل تحصين كامل. يعني بتنزل ملوك قويه بتحمي هذا الشخص، ان كان هو ولاده بيته عياله املاكه عقاراته، كل شيء بيصير عليه تحصين، لانه البيوت كمان الى عمار مكان، بتوقف الحال، بتعطل الزواج، بتعطل الرزق، بتمنع الذرية، بتمنع الزواج، بتمنع كل شيء، بتوقف الحال نهائيا. فكل مين عنده حاسس حاله انه عنده مشكلة وحاسس حاله مش طبيعي، عم بيعاني، الامور مسكرة بوشه، كان بامور منيحة وبطلت الامور عنده مش كويسة، حاسس حاله مش طبيعي، عم بيعاني من ضيق، يمكن ضيق خلق، ضيق تنفس، وجع بالراس، تشويش بالراس، تعب بالجسم، تعب هيك حريق بالمعدة، لعيان نفس، تقل هون بين الكتاف، فبإذن الله بيحكيني، بعمل له كشف، بنعرف شو هذه المشكلة اللي عنده، لأنه بتروحوا عند جميع الأطباء ما إلها حل، يعني بتعانوا بتعانوا بتلاقي الأمور كلها مسكرة بوجهكم. وكمان بإذن الله هذه التوكيلات اللي هي نزلت جديد حلها سريع وسحري، يعني سحري جدا بإذن الله. يعني إن كان من النفور بين المرأة وزوجها، إن كان في هذه المشكلة دايما مشاكل، دايما نفور تؤدي بإذن الله إلى الطلاق، لازم يكشفوا، يعني بإذن الله في حل، يعني اكيد دائما في حل. نعرف شو هذه المشكله، ليش عم بيصير هيك، ان كان هو سحر او كره او اي مشكله منتمم بين اثنين. وان كان رد المطلقه له توكيل هيدا سريع جدا جدا جدا، كمان برجع بقلكم باذن الله سحري وبتحدى فيه العالم جميعا. رد المطلقه باسرع وقت لبيتها معززة مكرمة، ومهما كان له الطلاق يعني، وحتى لو كان الزوج بيكرهها، حتى لو تزوج عليها، حتى لو شو ما كان، نقدر نرجعه لإلها ومنرجعها يعني تكون مرتاحة وتكون إلها كرامة ويكون يحبها ويودها، لأنه في كتير مشاكل بتصير بتأدي إلى الطلاق وتكون مرات مشاكل هي ناتجة عن السحر أو عن الرصد أو عن المس، بتخلي الزوج ينفر من الزوجة أو الزوجة تنفر من الزوج وتطلب الطلاق، وهي الأمور إن شاء الله بإذن الله إلا حل. كل أمور شيطانية، يعني هي السحر والمس والمس الشيطاني والرصد وهيدا والعامر المكان والتابع والقرين،
كلهم من قبل الشيطان، هو لعنة الله عليه تحدى رب العالمين. فكيف البشر يعني ما لهم قدرة البشر على تحملها بإذن الله. وأنا بقولكم يعني بدي أحكي لكم حادثة صارت عندي هيدي هلأ هالفترة القريبة، بحب مشاهدينا أطلعكم على كل التفاصيل. يعني إجا لعندي شخص بحب وحدة وخاطبها، صار في نفور وتطلقوا يعني انفصلوا، وهو يريدها وهي ما بقى تريده، وصار مشاكل بين أهله وأهلها. بإذن الله إجا لعندي، كان مشتغل عند مشايخ كتير وفائد الأمل، بس إجا لعندي وكشفت له، قال لي أنت يا شيخة أنا مرتاح إلك وحاسس أنت حترجعيها. وبإذن الله بس رجعناها، ما في تقريبا 15 يوم كانت راجعة لعنده، وهلأ تزوجوا وصار عنده ولد بعده بيتواصل معي. فبإذن الله كرمال هذا الموضوع بالذات، كمان إضافة إلى كل المواضيع كلها، بإذن الله صار في حل سحري قوي جدا بإذن الله. وبالنسبة للتعطيل عن الزواج، يعني عن المتأخرين عن الزواج اللي ما يجيها نصيبها، يعني تكبر بالعمر وتكون حلوة وتكون ما ناقصها شيء وتلاقي الأيام تروح، كل ما يجي شخص يفل وما يرجع. كمان هذه في وحدة من القرائن بكون عندها قرين أو تابع أو سحر، بإذن الله هذه نعملها فك، نعملها تحصين وعملها أقوى التوكيلات المغربية لجلب الحظ وفتح النصيب وفتح السبعة أقفال والقبول والمحبة، وتشوفوا أمورها بأسرع وقت إن شاء الله إنه هي تتيسر أمورها تتزوج بأسرع وقت. ومنحكي كمان عن أمور الرزق، يعني في ناس أمور رزقها يعني عم تتراجع كتير، يعني بيكون إنسان عنده شركة عنده محل عنده أي شيء، يلاقي أموره بدأت تتراجع وصار يعني كان فوق صار تحت. كمان هذه في إلها أسباب، كل شيء له سبب. ربنا يعني ربنا سبحانه وتعالى ما كان ذكر أول شيء قال وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، يعني ربنا نحن مش موجودين بهذه الدنيا لحالنا، نحن موجودين نحن والجن. وما كان ذكر سورة الجن، فرد إلها لحالها سورة لحالها، منا المؤمنون ومنا القاسطون، هن بيحكوا عن أنفسهم، منهم مؤمنين ومنهم غير مؤمنين، فمن أسلم فأولئك تحروا رشدا، وأما القاسطون فكانوا لجهنم حطبا. يعني لهم تأثير على حياتنا كتير مشاهدينا، بتمنى أنه أنتوا تنتبهوا وتتواصلوا معي، أي مشكلة أي شيء بيلفت لكم نظركم، أي مشكلة أي مرض، إذا كان مرض أمرار الأمراض، يعني بتصير الأمراض من أي مرض كان، هو وجع معدة هو أوجاع وأمراض كتيرة بتكون أثرها من الجن من الشيطان، ماخذ الإنسان لطمة بقولوله لطمة أو مصروع من قبل الجن، فبتأثر عليه صحيا وماديا ونفسيا واجتماعيا وكل شيء. فبإذن الله يعني بدي أحكي لكم كمان، عندي زبونة إجت لعندي يعني إلها 20 سنة نايمة، بنت حلوة مثل القمر، كان بده إياها واحد وما رضيت فيه، قام عملها سحر، عطول متصدع عطول مريضة نايمة على بالتخت أو بالكنباية أو إجت لعندي. سبحان الله بس فكيت لها واشتغلت لها رجعت إنسانة تانية، يعني حلوة مقبلة على الحياة، تيسرت أمورها ورجعت تزوجت، ويعني حست الحياة، يعني أنا ما عرفتها لما شفتها، غابت عني فترة ورجعت نصحانة ومتمكجة ونفسيتها مقبلة جدا على الحياة، تغيرت حياتها كليا. فبإذن الله عفوا مشاهدينا، انه كل انسان بحس عنده اي مشكله من اي بحس باي معاناه ما يتردد يتصل فيي. انا بقول لكم وبتحداكم انا الاولى والاقوى،
لكل مين شاهدني ولكل مين عرفني ولكل مين اتصل فيي، وبتحدى الجميع، أنا الأولى والأقوى، واللي راح من عندي لأسباب ما بعرف شو هي كله بيرجع لعندي، لأنه أصلاً أنا الكشف. أول شيء بكشف كشف كلي، كشف واضح، بعرف المشكلة بالضبط بدون ما أنتوا تخبروني شو المشكلة، أنا أخبركم شو هي، شو مشكلتكم، أنتوا بس تعطوني اسمكم واسم أمكم وتاريخ الميلاد، وإن شاء الله عندي الأمور بتنحل بأسرع وقت، لأنا للأمور أخبركم، أنا للأمور الصعبة والمستعصية جدا جدا جدا، لإلها سنين، واللي ما حدا عرف لها، واللي فقدت الأمل بيها ورحت لجميع الأطباء والمشايخ وعجزوا عنها حتى أنتوا تطمئنوا، ما لكم إلا الاتصال والاستفسار، ومن كلامي ومن كشفي حتتيقنوا وحترتاحوا بإذن رب العالمين. وكل واحد يعني كل إنسان عم بمر بمشاكل، ومشاكل اليوم كتيرة، فبإذن الله اتصلوا فيي على هذا الرقم الموجود قدامكم مشاهدينا على الشاشة واستفسروا. وأنا المرأة مشاهدينا، المرأة شوفي ببطنها إذا كانت حامل، أقولكم بنت ولا صبي، من عندي هون لو كنتم في مجاهل أفريقيا بإذن الله. أي علاقة، أي إنسان عنده علاقة مع شخص أعرف ما مصيرها، أي مرض إذا حيطيب ولا شو مشكلته أخبركن عنه، أي مشروع تريدون تقيمون أي مشروع حتى ما توقعوا بخسارة أخبركن عنه، أي موضوع أنتو أي استفسارات عن أولادكم، عن مصيرهم، عن حياتهم، عن مشاكلهم، شو واقعين بمشاكل، كيف التخلص منها، بإذن الله أنا أخبركم. بس هيدا اللي يعني ما بدي أطول عليكم، وخير القلم الكلام ما قل ودل، بس بخبركم فرصة ذهبية ثمينة جدا لكل من سمعني ورآني، عندي توكيلات نزلت سحرية تقلب الحياة يعني من الجحيم إلى الجنة بإذن رب العالمين، والنتائج مبهرة جدا، ما عليكم إلا ما بتكلفكم إلا الاستفسار، وانتوا صدقوني مشاهدينا انتوا اللي بتكونوا ربحانين وانتوا الكسبانين بهذه النتائج يعني، وهذه العلاجات وهذه المشاكل، والنتائج مبهرة بارك الله فيكم. وهيدا الرقم موجود على الشاشة قدامكم، وكل مين بحب يتصل فيي انا برد عليه وبكشف له، ما بيكون الا راضي ومبسوط، وخبرة 30 سنة من النجاح في العلم، انا ادرس بالخزانة والعلم المغربي، خبرة 30 سنة من النجاح، والنتائج إن شاء الله مضمونة يعني، أنا لا أكذب ولا أدجل ولا أنصب على أحد بإذن رب العالمين، أنا صادقة ومؤمنة وطاهرة وأحب الناس كلها، أنا روحانية بمعنى الكلمة. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مشاهدينا كمان في عندي حل، دايما عم يتصلوا فيي في نفور بين الأزواج، يعني حرام إنه الزوج عم يترك الزوجة، يترك العيال، يروح يتزوج عليها،
حرام، هذه مشكلة كبيرة. يعني أنا بإذن الله في إلها حل كتير قوي، حل سحري، يعني بعملها أقوى التوكيلات. أول شيء للرجوع إليها، بيتركها بلا مصروف، من وين تصرف فيها؟ يعني حرام. فأنا هدول الناس أنا أقف حدهم وأساعدهم إن شاء الله، وأتواصلوا معي، وتكون الأمور إن شاء الله يعني ترضيكم وتكونوا مرتاحين. أنا صحيح إنه أنا أخذ أتقاضى فلوس ثمن عملي، بس أنا اليوم صادقة، أنا بحب يعني إنه ينجح عملي مثل الطبيب. يعني مين ينزل مع الطبيب على غرفة العمليات إلا هو الطبيب نفسه؟ إذا كان بدون ضمير بيروح، يعني لا سمح الله بيموت الشخص. إذا كان عنده ضمير بيعمل المستحيل لحتى ينجيه. أنا بإذن الله بعمل المستحيل، كل ما يمكن أن ينعمل لحتى نجي هذا الشخص. في عندي توكيلات مغربية، في عندي أحجار كريمة، في عندي بخور خاص لهذه المشاكل. إن شاء الله ما بتكونوا إلا مبسوطين وراضيين، ما عليكم إلا التواصل والاتصال. وأكيد للنفور بين الأزواج، لرد المطلقة، لجلب الحبيب. جلب الحبيب ما حكينا عنه، جلب الحبيب عندي أقوى جلب بإذن الله، أقوى جلب وأقوى توكيلات لجلب الحبيب بأسرع وقت، وتكون معززة مكرمة. ولرد المطلقة وزواج المتأخرة عن الزواج، والتعطيل عن الزواج، وتعطيل الحياة والرزق، لكل شيء بإذن الله، ولجميع الأمراض والأسقام. وما إن شاء الله بتكونوا راضيين. وبقلكم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.